الوقفة اللي هي يوم انطلاق الحمل من الأكادي، الحمل إن شاء الله اللي نختتموها يوم 25 في الشهر الجاي، يوم 25 نوفمبر، اللي تعود بوقفة ساعة كاملة من 11 إلى الميدي بجميع مقاطعات الوركشوب داعين للتركيزات. الحمل اللي نهدفوا منها أول شيء توعية المواطن حقوقه، وهذه الرواية اللي هي المفروضة عليه، لأن نقد ما هو خالي، تغذية قزوار والسبب ألاعيب للنظام بينا، للنظام اللي نهب ثرواتنا بالمعادن والصحة وال كامل رجع عمل نقاط اخرى اللي هو النقل، النقل زياده قزوار زياده ما يعلم للدول، الجزائر تقريبا قطع عنها ما من الجو المالي تقريبا قطع زياده قزوار على الناس، هاي الزياده يعتمدها النظام اللي هو يعتمدها يزيدها كومسيونات هو على المواطنين، نحن رافضين اليوم ونختاروا المواطنين يرفضوا الروايه يرفضوا الظلم ويتخلاوا عن الاطارات القبليه المهدئه للنظام اللي هي اللي يدخل بها الانتخابات ويهدئ بها المواطنين، دور المواطنين يقبلوا ويبدأوا نضالهم عن حقوقهم، الحقوق لا تعطى بل تتسع، هاي الحملة إن شاء الله يختتموها يوم 25 نوفمبر داعين الناس كاملة تشارك فيها ضد الظلم اللي هو اللي مارس علينا النظام، دول الرجال خمسة ولا ستة اللي معدين للدولة لا بوتيك تجارة لهم هما، ايش يبقوا يزيدوا يزيدوا، يبقوا شيء ينقصوا ينقصوا وهكذا، نحن رافضين لو وقفنا غير وعدنا الوقت اليوم، رافض لها الظلم اللي هو داعين المواطنين راكم شفتوا الحوسيت ما شاء الله المواطنين كانوا يتجاوبوا معاه، إن شاء الله يوم 25 داعين الناس على تحضر وقفهم الساعة 11 ان شاء الله.